اوكي، السلام عليكم، سامعيني؟ الجميع سامعيني؟ تمام. طيب اوكي، اليوم راح نتكلم عن موضوع المالتيبل دوزنج. الجزء الاول كان من هذا الشابتر هو مالتيبل انترافاسكولار دوزنج، وشفنا الهدف بشكل عام من المالتيبل دوزنج تو انكريز ذا ديوريشن اوف اكشن، اوكي، سواء كان مالتيبل اي في او مالتيبل اكسترافاسكولار. زي ما بتتذكروا من قبل لما حكينا شو الفرق بين الانترافاسكولار والاكسترافاسكولار، انترافاسكولار ذا دوز جوز دايركتلي تو ذا فين اور تو ذا ارتري اور تو ذا فيزل بلود فيزل، سو ذير از نو ستيب اوف دراج ابسوربشن. Whereas in case of extravascular dosing, the drug goes first for a site of administration and then moves from that site of administration to the site of measurement by the process of absorption. نتيجة الabsorption موجود بحالة extravascular dosing, we know that يعني the bioavailability usually is less than 100%, and also the onset of action is usually any slower compared to the intravascular dosing. مرة ثانية حكينا زي ما حكينا الهدف من المالتيبل دوزنج تو انكريز الديوريشن اوف اكشن. هلا if you give a single extravascular dose, اوكي, هو هذا شكل الكونستريشن تايم بروفايل، نشوف انه initial concentration بيكون zero, but if the concentration increases, at some point the concentration becomes within the therapeutic window, which we call the onset of action. بعدين بيستمر بالزيادة، بعدين التركيز بيرجع بينزل مرة ثانية تحت ال therapeutic window بنسميها termination of action. فبالتالي duration of action if a single dose is only this period of time اللي كان فيها concentration وين within the therapeutic window. Okay, طبعا the most common example على the extravascular route of administration هو the oral administration, بس كل شيء راح نحكيه اليوم بنطبق على أي other kind of extravascular dosing. يعني ممكن نطبقه على intramuscular, نطبقه على multiple subcutaneous, على multiple inhalation. أي extravascular administration can be treated the same way that we can, يعني that we will see inshallah in this chapter here. طبعا معادلة السنجل دوز سي بي بتساوي اف اي اكس نوت في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي في يوس ماينس كي في تي ماينس يوس ماينس كي اي في تي. اف اللي هي ابسوليوت بالاف تي اكس نوت الدوز، الكي اي عباره عن الابزوربشن ريت كونستنت، والفي دي عباره عن فوليوم اوف ديستريبيوشن، والكي عباره عن الاميشن ريت كونستنت. زي ما حكينا ذير از يعني ديفرنس بتوين تو تيرمز اللي هم الاكسبوننت تبع الاليمينيشن والاكسبوننت تبع الابزوربشن. هلا التايم زيرو الكونستريشن بيكون زيرو، ونفس الشيء لو حطيت يعني 0 بالمعادله هاي راح تكون هاي اي تو باور 01 وهاي اي تو باور 01 1 ماينس 1 0 كمان، وبالتالي concentration time 0 كمان mathematically كمان is 0. وات تايم انفينيتي concentration is also is equal to 0 يس ماينس انفينيتي 0 يس ماينس انفينيتي 0 0 ماينس 0 is 0 again the cp at time infinity is equal to 0. و the maximum concentrations of a single dose happens at t prime or t equal to t max. كل هذا الحكي شفناه قبل الشابتر تبع سنجل اكسترا فاسكولار راث ادمنستريشن. هلا الجديد بهذا الشابتر انه احنا راح نحكي عن المالتيبل دوزنج. زي ما حكينا الهدف من المالتيبل دوزنج انه انا فعليا I want to increase the duration of action by having the drug concentration with the therapeutic window for a longer period of time. اوكي؟ احنا بالمالتيبل اي في بولس نرجع مره ثانيه معادله السنجل اكسترا فاسكولار، معادله الاي في بولس تذكر كان عندنا بس تيرم تبع الاليمينيشن. اوكي؟ تيرم واحد اللي هو هذا. وبالتالي ضربنا بأكوميليشن فاكتور واحد أو دوست ريشيو بس تبعت الإليمينيشن. هلأ بالإكسترا فاسكولار في عنا تيرم ثاني اللي هو الأبزوربشن تيرم، وهذا التيرم كمان لازم ينضرب بأكوميليشن فاكتور. ليش لازم ينضرب في أكوميليشن فاكتور؟ لأنه على سبيل المثال إذا واحد بأخذ الدواء أورالي، إذا أخذ مثلا الدوز الأولى والدوز الثانية والدوز الثالثة، إذا كانوا لسه مثلا فرضنا التايم سبيسينج بين الدوز هو 6 ساعات، خلال 18 ساعة الأولى ممكن يكون أكثر من سورس للدواء داخل الجي آي، بالتالي في عندنا accumulation for absorption too. So we have two accumulation factors. We have an accumulation factor for the elimination. بالضبط نفس اللي شفناه تبع المالتيبل IV بولس. وفي عندنا new accumulation factor للabsorption بيشبه الدوست ريشيو تبعت الالمينيشن، باختلاف وحيد بدل ما نحط elimination rate constant راح نحط absorption rate constant. اوكي؟ So هذا الشكل النهائي لمعادله المالتيبل extravascular dose. راح نسميها CP and T prime. N for the number of given doses. What T prime is the time since the last given dose. Okay? طبعا الشكل الاول الجزء الاول مش راح يتغير، اف اكس نوت في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي، وزي ما حكينا راح نضرب التيرم تبع الاليمينيشن بأكوميليشن فاكتور تبع الاليمينيشن اللي شفناه قبل دوست ريشيو اللي هي 1 ماينس اي تو باور ماينس ان في كي في تاو على 1 ماينس اي ماينس كي في تاو، والتيرم تبع الابزوربشن كمان راح نضربه في أكوميليشن فاكتور تبع الابزوربشن
حكينا هو بالضبط نفس تبع الإليمنيشن بس اختلاف وحيد، بدل ما هاي كانت كي وهاي كي راح تصير هون عندنا بدالهم كي اي وكي اي، ونفس الشيء في عندنا ان اللي هي number of given doses موجودة في two accumulation factors. على حسب هاي المعادلة concentration at time real time zero هون قديش concentration بيكون zero. over time بلش نعطي multiple doses زي ما حكينا قبل، لأنه في عندنا residual from previous doses راح يصير في عندنا accumulation، البيك راح تزيد تركيزها، طبعا المرسوم هون هو total concentration، وراح التركيز يضل يزيد يزيد لحد ما نوصل لوين، لعند steady state. اوكي هلا at t0 concentration cbn t prime بيساوي 0 هون، هلا at t prime بتساوي t prime max، طبعا هالحكي at steady state، وهذا راح نبلش نميز انه احنا before steady state ولا after steady state، لانه t max راح نشوف انها معادلتين، في معادله السنجل دوز او الفيرست دوز اللي هي بس يعني applicable للفيرست دوز هون فيرست دوز انترفال، وفي عندنا معادله ثانيه للt max عند steady state، بينهم مش مهتمين احنا بالفاليوز تبع التي ماكس. اوكي هلا راح نحكي اكثر ان شاء الله لقدام، بس على الاقل من الان يعني خلي في بالك انه في عندنا تو ديفرنت فاليوز للتي ماكس، تي ماكس للسنجل دوز وتي ماكس ات ستيدي ستيت. اوكي وطبعا الماكسيمم عندنا زي ما كنا نشوف دائما ماكسيمم كونستريشن ان اني دوز انترفال بصير عند تي برايم بتساوي تي برايم ماكس. اوكي يعني ما بصيرش ببدايه الدوز انترفال زي ما كنا نشوف بالمالتيبل اي في بولس دوز، بصير وين عند تي برايم بتساوي تي ماكس. المينيمم بالمقابل بصير عند تي برايم بتساوي تاو، يعني دائما المينيمم بصير على نهايه الدوز انترفال. اوكي فالمينيمم تاع الدوز انترفال الاولى بصير بنهايتها، وبالتالي تي برايم عندها بتساوي تاو، المينيمم تاع الدوز انترفال الثاني بصير بنهايتها عند تي برايم بتساوي كمان تاو، اند سو اون حتى ات ايفن ات ستيدي ستيت. طبعا احنا وي ار اسيومينج وي هاف لينير فارماكوكاينتيك. اوكي محمد العدوي شو تعريف اللينير فارماكوكاينتيك يا محمد؟ ايوه دكتور اللينير فارماكوكاينتيك يس انه ما بتتاثر لا بالدوز ولا بالكونسنتريشن. ايش ما بتاثر يا محمد؟ اللي هو الميشن كونستنت الريت كونستنت. وات اباوت ذا باي افيلابيلتي والكي اي والفي دي؟ برضه نفس الشيء ما بتاثروا بالدوز نمبر ولا بالدوز سترينث خلينا نحكي اوكي ولا بالدوزنج ريت، زي ما شفنا نفس البرنسبلز بالمبدا الفارماكوكاينتيك. طبعا حكينا قبل مبدا السوبر بوزيشن بالفارماكوكاينتيك اللي هو المبدا راح نستخدمه كمان هون في المالتيبل اكسترا فاسكولار دوزنج، هو زي جمع وطرح في الرياضيات او في الالجبرا. شرط اساسي لمبدا السوبر بوزيشن انه انت يو ار دوزنج دراج ذات هاز ا لينير فارماكوكاينتيك، بالتالي اذا كان عندك لينير فارماكوكاينتيك حسب مبدا السوبر بوزيشن 1 زائد 1 بيساوي 2، بس اذا عندك لينير فارماكوكاينتيك 1 زائد 1 لا يساوي 2. اوكي هلا هم متفقين انه عندنا لينير فارماكوكاينتيك، بالتالي which means انه the pharmacokinetic of drugs coming of drug molecules coming from the second dose is not affected by presence of molecules of the first dose، وكمان the first and second dose molecules do not modify the pharmacokinetic of the third dose and so on. بالتالي مره ثانيه بقدر احكي انه التوتال كونسنتريشن اللي جاي مثلا من الجرعه الاولى والثانيه هو مجموع الكونسنتريشنز اللي جايه exactly مجموع جاي من الدوز الاولى والثانيه at a specific time point، زي ما شفنا قبل بالشابتر تبع المالتيبل. يعني كل البرنسبلز اللي شفناهم قبل they are applicable here، يعني احنا we are just reviewing the concepts and applying them to the خلينا نحكي الايكويشن اللي هي تبعت المالتيبل اكسترا فاسكولار دوز، كل شيء تعلمناه هناك is applicable here، ما عدا الزياده الوحيده اللي صارت هون انه هون راح استخدم معادله الاكسترا فاسكولار دوز طبعا اللي فيها جزء منها هاي الكابيتال سميناها قبل، واللي جزء منها عباره عن الباي افيلابيلتي، صار في عندي absorption rate constant، كان هناك بس عندي elimination rate constant، هون في عندي absorption rate constant و elimination rate constant، صار عندي two terms، واحد elimination واحد absorption، الterm تبع elimination ضربناه ب accumulation factor للelimination، والterm تبع absorption ضربناه في accumulation factor لمين؟ لا الabsorption. اوكي؟ وحكينا في عندي accumulation، في عندي طبعا عملية fluctuation اللي هي انه الدواء بيطلع لماكسيموم بينزل لمينيموم بيرجع بيطلع مرة ثانية لماكسيموم بينزل لمينيموم، العملية هاي بتتكرر اوكي لحد ما وين راح نوصل للsteady state. هلا حكينا شو بصير عند الستيدي ستيت يا أميمة، يعني شو بخلينا نوصل للستيدي ستيت، شو بتغير عندنا معي أميمة؟ بيكون الإليمينيشن ريت بيساوي ال شو بيساوي؟ الإنبوت بيساوي الإنبوت. كويس، عند الإليمينيشن عند الستيدي ستيت الإليمينيشن ريت بيساوي الإنبوت ريت. طب شو بيساوي الإليمينيشن ريت يا أميمة؟ حاصل ضرب شو؟ الإليمينيشن ريت كونستانت ضرب الدوز ضرب الأماونت مش الدوز، أو الكليرانس في الكونسنتريشن بلازما صح؟ أيوة
صح. بداية مين أعلى، الانيشال ريت ولا الانبوت ريت؟ لا الانبوت ريت. وبعدين بصيروا شو؟ بصير إكوال، بعدين بصير الانيشال أعلى من الانبوت. لا مش حصل الانيشال ريت أعلى من الانبوت إلا إذا وقفت الانبوت، إذا وقفت الدوزنج. بس طول ما في دوزنج أنا وصلت الستاتيسيات بضل الانبوت ريت بيساوي الانيشال ريت، مش زي سنجل دوز. على سنجل دوز كنا بداية الابزوربشن ريت أعلى من الانيشال ريت، بعدين بتساوي بعدين بصير الانيشال ريت أعلى. اوكي هذا سنجل دوز. السنجل دوز ما فيه ستيدي ستيت، المالتيبل دوز فيه ستيدي ستيت. عند الستيدي ستيت انت بتضلك تعمل دوز لحد ما توصل النقطه بتصير فيها الانبوت ريت بيساوي الانيشن ريت. اوكي عند هاي النقطه حكينا الانبوت ريت بيساوي الاليمينيشن ريت، بس ما في عندنا نقطه بعديها بصير فيها الاليمينيشن ريت اعلى من الانبوت ريت الا اذا انا وقفت الدوزنج. بس طول ما في عندي دوزنج ات كونستنت دوزنج ريت، الانبوت ريت بيساوي الاليمينيشن ريت. تمام. طيب يا دانا حسان معي دانا؟ دكتور ما دانا الانبوت ريت شو بيساوي بالحالة المالتيبل اكسترا فاسكولار؟ مش عارف صراحة. طب شو الانبوت ريت بحالة المالتيبل اي في؟ هلا هو حيساوي السيبي اللي دخلنا في الدواء صح؟ الانبوت ريت مش الاليمينيشن ريت. شو الانبوت ريت يا يارا مبارك؟ معنا يارا ولا غياب؟ معك دكتور. شو الانبوت ريت بحاله الاي في بولس؟ مؤمن غرايبة دكتور في حالة الاي في هو الكي نوت اي في بولس، ملتيبل اي في بولس مش اي في انفيوجن. ملتيبل اي في بولس يا شو كان انبوت ريت؟ طيب يا جماعة الخير على كل حال احب اذكركم اليوم عندكم كويز، فيا ريت يعني يكون اداكم افضل. اوكي على كل حال الانبوت ريت بحاله المالتيبل اي في بولس يكون اكس نود على تاو، وبحاله المالتيبل اكسترا فاسكر هو عباره عن اف في اكس نود على تاو. اوكي هذا الحكي حكيناه محاضره المره الماضيه. وحاله الكونتينوس اي في انفيوجن هو عباره عن انفيوجن ريت. انيويز سو اتفقنا ات ستيدي ستيت الانبوت ريت بيكم ايكوال تو ذا الاليمينيشن ريت، وبالتالي ذير از نو فارذر انكريز ان ذا دراج كونسنتريشن ان البلازما افتر وي جيف مور دوزز. كل مره عم نعطي نيو دوز ات ستيدي ستيت بيرتفع التركيز من سي بي اس مينيمم لنفس السي بي اس اس ماكس، بعدين مع نهايه الدوز انترفل تنزل مره ثانيه نفس السي بي اس مينيمم، ترجع مره ثانيه لما تعطي نيو دوز بيرجع التركيز بيرتفع من سي بي اس مينيمم لسي بي اس ماكس، وهي العمليه بتتكرر ات سيدي ستيت. وحكينا ذا مينيمم اوف ذا كونسنتريشن ات سيدي ستيت هابنز ات تي برايم ايكوال تو تاو، وذا ماكسيمم هابنز ات تي برايم ايكوال تو تي برايم ماكس. حكينا تي ماكس تبعت السيدي ستيت مختلفه عن تي ماكس تبعت الفيرست دوز. اوكي theoretically احنا نوصل لستيدي ستيت لما n بتساوي infinity. لما تكون n بتساوي infinity معادله سي ان تي برايم راح تتحول كالاتي، راح تصير e to power minus n في k في تاو، هذا الجزء راح يكون بيساوي e to minus infinity. e to minus infinity بيساوي 0، نفس الشيء e to power minus n في k a في تاو كمان بيكون بيساوي 0. فالمعادله لستيدي ستيت فعليا هذا الجزء راح يروح اوكي، وهذا الجزء كمان راح يروح. فعليا يحصل في عندي accumulation at accumulation factor at steady state هو نفس accumulation factor شفناه قبل، بس البصر فيه بس رقم واحد بحاله لانه الجزء الثاني من المعادله صار بيساوي زيرو. اوكي عند n بتساوي infinity اللي هو اللي mathematical definition خلينا نحكي للsteady state. اوكي وهذا راح يكون شكل المعادله. هلا زي ما حكيت انا قبل التي ماكس السنجل دوز تختلف عن تي ماكس تبعت المالتيبل دوز. التي ماكس السنجل دوز عباره عن ناتشرال لوج اوف كي اي على كي على كي اي ماينس كي. اوكي زي ما حكينا هاي التي ماكس تبعت السنجل دوز او الفيرست دوز، والتي ماكس تبعت المالتيبل دوزز ات ستيدي ستيت. طبعا زي ما حكينا انا راح اهتم بالتي ماكس ات ذا فيرست دوز والتي ماكس ات ستيدي ستيت. بينهم التي ماكس طبعا تي ماكس اللي فعليا هي بتتغير، تي ماكس اوفر تايم ديكريزز، يعني تي ماكس اطول تي ماكس هي تبعت الفيرست دوز، بعدين تي ماكس تبعت السكند دوز اقصر شوي، تبع الثيرد دوز اقصر من اللي قبلها، والفورث دوز اقصر،
وتي ماكس ضلت تقلع بين ما نوصل للستدي ستيت. عند الستدي ستيت تي ماكس بتصير كونستنت اوكي، وتكون اقل من كل التي ماكس اللي قبلها، واطول تي ماكس زي ما حكينا هي تي ماكس الفيرست دوز، واقصر تي ماكس هي تي ماكس تبعت الستدي ستيت. والتغيير الثاني اللي شفناه على المعادله قبل، لما انا اعطي مالتيبل دوز سواء كان اللي هي بيفور ستدي ستيت او بعد ما نوصل للستدي ستيت، انا ببطل احكي عن تايم، بصير احكي عن تي برايم. وتي برايم ان سنجل ان سبيسيفيك دوز انترفال is the time since the last given dose. طبعا المينيموم فاليو لها زيرو، والماكسيموم فاليو لها هي الفاليو تبعت مين؟ تبعت تاو. اوكي، وطبعا المينيموم زي ما حكينا قبل بيصير باي دوز انترفال، سواء دوز انترفال الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا ات ستيدي ستيت، بيصير بنهايه الدوز انترفال. الماكسيموم بيصير عند تي برايم بتساوي تي ماكس. حكينا مطلوب من الماكسيموم تبع الفيرست دوز، ومطلوب من الماكسيموم تبع الستيدي ستيت، بس بينهم مش مطلوب منه. اوكي، هذا رجعهم زي ما كانوا عشان يعني بالمحاضره لما تقراوها لحالكم تكونوا عارفين شو عم بيصير. فحكينا هاي معادله المالتيبل دوز بيفور ستيدي ستيت، وهي معادله المالتيبل دوز ات ستيدي ستيت. الاختلاف الوحيد هو الجزء بالاحمر، نتيجه انه ان لما تكون بتساوي انفينيتي الجزء الاحمر راح يكون بيساوي زيرو، وبالتالي الاكوميليشن فاكتور راح تحول من اكوميليشن فاكتور بيفور ستيدي ستيت لاكوميليشن فاكتور ات ستيدي ستيت. اوكي، واتفقنا انه في تو كاينز اوف تي ماكس، في عندنا تي ماكس الفيرست دوز، وعندنا تي برايم ماكس للمالتيبل دوزز لحد ما احنا نوصل للستيدي ستيت. زي ما حكينا قبلهم ما فيش عندنا يعني تي ماكس اللي قبل الستيدي ستيت احنا مش مهتمين فيه. اوكي، هلا ماثماتيكالي احنا قبل شو حكينا انه تي ماكس دائما بتبلش تقل، اطول تي ماكس هي تبعت الفيرست دوز، واقصر تي ماكس هي تبعت الستيدي ستيت. ففعليا تي ماكس دائما اعلى من تي برايم ماكس، والسبب لو مشينا يعني بالاشتقاق، لو اخذت تي ماكس ماينس تي برايم ماكس بتعوض بدل تي ماكس بتعوض بدل تي برايم ماكس. هلا هاي حاصل ضرب نشر لوج اوف كي اي على كي. اوكي، هذول كلهم هذا بالاحمر خلينا نحكي ممكن نطلعهم لحالهم. حكينا قبل مره natural log of multiplication is equal to the summation of the natural log right. هاي بتساوي natural log of كي اي على كي على كي اي ماينس كي اللي هي نفسها، هاي طبعا بتكون بالماينس بتاعي راح تروح معها. وهاي اللي ضلت الجزء الثاني راح تكون natural log of 1 minus e to the power minus k في تاو على natural log 1 minus e to the power minus k a في تاو، الكل مقسوم على كي اي ماينس كي. حكينا الجزء الاول راح يروح مع الجزء تبع تي ماكس، راح صفي من المعادله ماخذ الفرق بين تي ماكس تي برايم ماكس، هذا الجزء اللي هو natural log of 1 minus e to the power minus k a في تاو على 1 minus e to the power minus k في تاو على k a minus k. اوكي، هلا هذا الجزء دائما بوزيتيف. ليش دائما بوزيتيف؟ هلا احنا اتفقنا لما يكون عندي نورمال كاينتيك k a بتكون اعلى من k. هلا طبعا عند the same time point اللي هي تاو بالحاله هاي بالحالتين، اوكي عند the same time point e to the power minus k a في تاو، هلا هي هاي راح تكون e to the power minus a larger number. نتذكر كونها e to the power minus larger number هي عباره عن smaller number. طبعا smaller number مقارنه مع مين؟ مع اللي تحتها. هلا تاو نفسها بالحالتين كي اعلى من كي، بس التنتين مرفوعات لاوس ماينس. فبالتالي هذا الترم اللي فوق لما تكون عندنا نورمال كاينتيك راح يكون اعلى من هذا الترم. بالتالي 1 ماينس smaller number مقسوم على 1 ماينس larger number، بالمحصله راح يكون عندك هذا الفراكشن راح يكون او اعلى من 1، يعني حاصل قسمه البسط على المقام راح يكون اعلى من 1. ناتشرال لوج لرقم اعلى من 1 هو عباره عن positive number. اوكي، فاتفقنا لحد الان البسط هو كله عباره عن positive number. هلا لما يكون كي اي اعلى من كي، اوكي بتكون الفرق بينهم positive number، positive number على positive number راح تعطيني positive number. بالتالي يعني شو يعني positive number؟ يعني اعلى من زيرو، يعني معنى اخر تي ماكس ماينس تي برايم ماكس اعلى من زيرو. هذا ما كانت كي اي اعلى من كي. هلا خلينا نروح لما كان العكس، لما كان عندي فليب فلوب كاينتيك. اذا كان عندي فليب فلوب كاينتيك حكينا قبل الكي بتكون اعلى من الكي اي. اوكي، so if I have a flip flop kinetic ال k اعلى من ال k a، بالتالي هاي راح تكون 1 minus a larger number وهاي 1 minus a smaller number right. مضبوط لحد الان، وبالتالي راح يكون حاصل بالاخير البوزيتيف هذا الشيء الموجود داخل الناتشرال لوج كله على بعضه راح يكون اعلى او عفوا راح يكون اقل من زيرو. بالتالي راح تكون هاي k a minus k راح تكون كمان اقل من زيرو. لما تاخذ الريشيو لرقم نيجاتيف على رقم نيجاتيف الريشيو لهم بوزيتيف نمبر، بالتالي اجين تي ماكس اعلى من تي برايم ماكس. الخلاصه whether you have normal kinetic او flip flop kinetic بالحالتين تي ماكس ماينس تي برايم ماكس دائما اعلى من زيرو،
بالتالي which means إنه T max دائما أعلى من T prime max. Again whether you have normal kinetic or you have flip flop kinetic. هلا وين بصير الماكسيمم بلازما كونسنتريشن؟ راح نروح على السيدي ستيت، بنروح معادله السيدي ستيت بدال تي برايم راح نعوض تي برايم ماكس. طبعا تي برايم ماكس حسبناها من وين؟ من معادله اللي شفناها، هاي معادله تي برايم ماكس ات السيدي ستيت. عوض بدال تي برايم بتي برايم ماكس اللي حسبتها راح تطلع عندك سي اس اس ماكس. هلا فعليا هاي المعادله عند السيدي ستيت اوكي ممكن تعملها سمبليفيكيشن يصير شكلها كالاتي اللي هو الشكل هذا اللي تحت. هاي المعادله نفس المعادله اللي فوق اوكي، بعد ما طبعا بس عند السيدي ستيت بس بس اس ماكس بتصير بتساوي، ممكن تحسبها بالمعادله هاي كلها او ممكن تحسبها بالمعادله اللي تحت. بس اس ماكس على عباره عن افكس نود على في دي في الاكوموليشن فاكتور تبع الاليمنيشن بس في اس ماينس كي في تي برايم ماكس. طبعا هون اسيومينج ليش؟ انه هذا الجزء كله بصير انسيجنيفيكانت عند الماكسيمم كونسنتريشن، وفي شويه سيمبليفيكيشن ثانيه كمان ممكن تنعمل. فالخلاصه هاي المعادله وهاي المعادله بوث اوف ذيم ذي كان بي يوز تو calculate the steady state maximum concentration okay after multiple extravascular dose. طبعا لما يكون عندي single dose الاكوموليشن فاكتور هذا كله يكون بيساوي واحد، مزبوط. المعادله ترجع سي بي 1 ماكس، شو بضل من المعادله لما يكون هذا بيساوي واحد بصفي اف اكس نود على في دي في اس ماينس كي في تي برايم ماكس، هذا تبع بس الفيرست دوز اوكي. طبعا هون راح تعوض تي ماكس مع الفيرست دوز اللي هي معادلتها ناتشرال لوج كي اي على كي على كي اي ماينس كي الفيرست دوز بس، تمام. هذا بالنسبه للماكسيمم. بالنسبه للمينيمم حكينا المينيمم هابنز ات تي برايم ايكوال تو تاو على نهايه الدوز انترفال. سو بدل ما اعوض تي برايم راح اعوض تاو بمعادله سي اس اس حتى اطلع سي اس اس مينيمم، وسي اس اس مينيمم راح يكون عباره عن اف اكس نود في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي في الاكوميليشن فاكتور تبع الاليمنيشن اسيد ستيت في اس ماينس كي في تاو في الاكوميليشن فاكتور تبع الابزوربشن السيد ستيت في اي تو باور ماينس كي اي في تاو. هاي بتعطيني سبيس اس مينيمم. هلا هذا الجزء طبعا دائما المينيمم بتصير في البوست ابزوربشن فيز. ليش في البوست ابزوربشن فيز؟ لانه دائما المينيمم بتصير بعد البيك، هاي هي بوست ابزوربشن فيز. اذا كان هذا الحكي صحيح هذا الجزء بيكون كله بيساوي زيرو، لانه اي تو باور ماينس كي اي بتساوي زيرو عند ما نوصل للبوست ابزوربشن فيز. فهي المعادله راح صفي منها شو؟ الجزء هذا طبعا مضروب في هذا. فسبيس اس مينيمم عباره عن اف في اكس نوت في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي في الاكوميليشن فاكتور ات سيدي ستيت في اس ماينس كي اي في تاو. سو هاي معادله سي بي اس اس مينيمم. طبعا هون شرط اساسي، هاي لازم يكون عامل اسامبشن انه فعليا السكند دوز تنعطى بالبوست ابزوربشن فيز. اذا هذا الاسامبشن انا ما حكيت لك اياه يعني تو بي ان سيف سايد استخدم المعادله الاصليه حتى تحسب السي بي اس اس مينيمم اوكي. وزي ما شفنا قبل اذا انا كان عندي سنجل دوز، معادله سنجل دوز عباره عن سي بي 1 اوكي او سي بي ان بيساوي 1 مينيمم بيساوي اف اكس نوت في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي في اس ماينس كي في تاو ماينس اس ماينس كي في تاو. نفس الشيء اذا كان عندنا الاسبشن صحيح انه هذا الجزء بيساوي زيرو، المينيمم كونستريشن اذا كان عندنا احنا بنعطى السكند دوز بالبوست ابزوربشن فيز يعني بعد ما تمر البيك تبعت الفيرست دوز اللي قبلها، خلينا نحكي سي بي 1 مينيمم بتساوي اف اكس نوت في كي اي على في دي في كي اي ماينس كي في اس ماينس كي في تاو، لانه هذا الجزء بصير بيساوي زيرو في هذه المنطقة، أو بيكون بلاش نحكي زيرو insignificant مقارنة مع الجزء الأول اللي هو تبع الإلمنيشن. أي سؤال لحد الآن؟ طيب أنا بفترض إنكم معي وبفترض إنكم مركزين معي أوكي؟ هلا هذا كله جزء مادة الفاينل، بس يعني مادة الفاينل ما ضلش شيء يعني تقريبا خلصنا هذا المساق، طلع لنا تشابتر ثاني أوكي راح نغطيه إن شاء الله بعد هذا التشابتر. هلا زي ما شفنا قبل في عندنا maximum concentration at steady state وعندنا minimum concentration at steady state، وكمان في عندنا average steady state concentration. الافرج ستيدي ستيت كونسنتريشن عرفناه انه هو التركيز اللي انا لو ضربته في الدوز انترفال ات ستيدي ستيت بطلع كم هي هاي الشيدد اريا ات ستيدي ستيت اوكي. وزي ما حكينا قبل اريا اندر ذا كير فروم زيرو تو تاو ات ستيدي ستيت بتساوي الاريا اندر ذا كير فروم زيرو تو انفينيتي اوف ذا فيرست دوز اوكي. وبالتالي ممكن اعوض بدالها الاريا اندر ذا كير فروم زيرو تو انفينيتي اوف ذا فيرست دوز هي عباره عن اف في اكس نود على كليرنس. بالتالي هاي المعادله نفسها بدال هذا الجزء راح اعوض اف في اكس نود على كليرنس والمقام هو تاو. هلا ممكن ابدل انا بين الكليرنس وتاو طلع مكانها، راح يصير اف اكس نود على تاو على كليرنس اوكي. زي ما حكينا هذا هو فعليا عباره عن تعريف الانبوت ريت اللي هو اف اكس نود على تاو مقسوم على كليرنس بيطلع لي الافرج سي بي اس اس زي ما شفنا قبل كمان بالمالتيبل اي في بولس اوكي. طبعا اجين بكل هذا الشابتر احنا وي ار اسيومينج ان وي هاف لينير فرونكوكاينتيك. لينير فرونكوكاينتيك معناتها شو معنات لينير فرونكوكاينتيك؟
انه we have dose independent values and dose number independent values لكل الفارماكوكاينيك parameters, and we have all of the shape superimposed. يعني لو اخذت هذا الشكل عملت له cut وحطيته على هذا الجزء هتلاقي انه superimposable, يعني the shape is the same. حكينا السبب قبل, the shape is يعني defined by the pk parameters. The pk parameters are constant, they are dose independent, time independent, concentration independent. بالتالي the shape also will be superimposable, يعني راح يكون شكلهم متطابق. اوكي طيب يا صخر دراتك معي صخر مع صخر الغياب معك دكتور يا صخر شو حسب هاي المعادله شو الفاكتورز بيأثروا على الافرج سي بي اس اس الاف اكس نوت والريت اوكي شو ضل عندك والكليرانس 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 حاصل ضرب مين مين الكليرانس لو يكون عندك one compartment model كليرانس شو بيساوي مش بيساوي كيف في في دي يا فبالتالي كمان الفوليوم ديستريبيوشن بيأثر والانيشال ريت كونستانت بيأثر والدوز انترفل بتأثر والدوز بتأثر والابسوليوت بالافيلابيلتي بتأثر والدوزنج ريت بيأثر كلهم بيأثروا على الافريج سي بي اس اس اوكي طب سؤال يا صخر اذا اعطيت 8 اعطيت 80 ملغ عفوا كل 8 ساعات او لو اعطيت 120 ملغ كل 12 ساعه مين راح يعطيني هاير سي بي اس اس افريج ال 80 ليش يا صخر دقيقه دكتور شوي بس لو اعطيت 120 كل 12 ساعه او 80 كل 8 ساعات مين راح يعطيني هاير سي بي اس اس افريج 120 12 140 اتوقع نفس الشيء دكتور ليش نفس الشيء هاي صخر ليش لانه يعني مجموع يعني الدوز اتوقع بتطلع نفسها لانه خلال اليوم كامل الدوز ولا دوزن جريد قصدك الدوزن جريد دوزن يعني لو قسمت هلا لو انا غيرت دوزن جريد اوكي اف راح تتغير يا صخر ولا ثابته اف ثابته وكليرنس ثابت فليش الوحيد عم يتغير عندي هو الدوزن جريد صح اللي هو اكس نود على تاو المحصل صح طيب 80 على 8 قديش 80 على قديش؟ على 8 يعني كيف شو الدوز؟ 10 عباره عن دوز 10 10 صح؟ 10 120 على 12 120 على 12 12 120 على 12 على 10 10 10 فالانبوت ريت بالحالتين شو ماله؟ ذا سيم نفس الاثنين بالتالي كون الانبوت ريت ذا سيم والاف ذا سيم والكليرنس ذا سيم السي بي اس اس افرج راح تكون كمان ذا سيم ذا سيم طيب سؤال يا صخر لو قل عندي الكليرنس شو راح يصير في سي بي اس اس افريج راح تزيد ولا راح تقل لو قل عندي الكليرنس يس راح تزيد طيب شو الاشياء ممكن تقلل الكليرنس الاشياء اللي ممكن تقلل الكليرنس مش عارف ولا دكتور هيباتيك ديزيز شو بيعمل بالكليرنس الهيباتيك يس زي السيروسيس زي الهيباتايتس شو عمل الكليرانس بقللها طيب لو اعطيت انهبيتر للميتابوليزم شو بصير بالكليرانس بقللها طب لو اعطيت انديوسر كمان بقلل كان انديوسر الانهبيتر بقلل الانديوسر عكس لازم يصير صح ولا لا عكسها صح يعني doesn't make sense ان الانهبيتر يقلل والانديوسر يقلل لازم يكون عكس بعض لا عكس عكس صحيح سو لو اعطيت انديوسر الكليرنس راح يزيد طيب اذا زاد الكليرنس راح يصير سي بي اس اس افريج اذا زاد الكليرنس يس راح اذا زاد الكليرنس بتقل شو بتقل سي بي اس اس افريج صح سو اذا اعطيت انديوسر بالمحصله سي بي اس اس افريج راح تقل which makes sense يعني لما تعطي انديوسر التركيز بتقل صح ولا لا صح طيب هلا احنا اتفقنا انه لما اعطي 80 ملغ كل 8 ساعات او اعطي 120 ملغ كل 12 ساعه فعليا سي بي اس اس افريج ذا سيم از ذا سيم طيب وات اباوت سي بي اس اس ماكس سي بي اس اس مينيمم يا يزيد السائح ما يزيد معك دكتور
شو بالنسبه لسبي اس اس مينوم سبي اس اس ماكس، هل راح يتغيروا اذا اعطينا 80 ملغرام كل 8 ساعات او 120 ملغرام وكل 12 ساعه؟ اتفقنا سبي اس اس افريج ذا سيم. طب سبي اس اس مينوم سبي اس اس ماكسيمم المفروض تتغير لانه بتغير الدوز عمالك. يس، واذا اعطيت انا ديفرنت دوزنج ريت للانديفيدوال سبي اس اس ماكس وسبي اس اس مينوم راح يكونوا ديفرنت، ايفن انه سبي اس اس افريج راح يكون ذا سيم يعني اذا كان نفس الدوزنج ريت. اوكي، يعني الخلاصه سبي اس اس افريج بيعتمد على الانديفيدوال دوز والدوز انترنال، بيعتمد على الريشيو تبعتهم اللي هي الانبوت ريت. اذا كان الانبوت ريت ذا سيم راح يكون نفس سبي اس اس افريج، بينما سبي اس اس ماكس وسبي اس اس مينيمم بيعتمدوا على الانديفيدوال اللي هن بيعتمدوا على الانديفيدوال دوز ودوز انترفال، وبيعتمدوا كمان بوث اوف ذيم سبي اس اس ماكس وسبي اس اس مينيمم. فالخلاصه خلاصه الخلاصه خلينا نحكي انه لما انا اعطي نفس الانبوت ريت وذ ديفرنت دوز اند دوز انترفلز راح يكون عندي ذا سيم سبي اس اس افريج، بس الانديفيدوال سبي اس اس ماكس وسبي اس اس مينيمم مش راح يكونوا اكزاكتلي ذا سيم. اوكي، طيب مو من غرايب حل لنا هذا السؤال. يا دكتور حل لنا السؤال. بروبلم براكتس بروبلم 1. اوكي، an adult male patient was given orally 250 milligram of tetracycline hydrochloride every 8 hours for 2 weeks. From the literature, tetracycline hydrochloride is about 75% bioavailable and has an apparent volume distribution of 1.5 liter per kilogram. The elimination half-life is about 10 hours. The absorption rate constant is 0.9 per hour. أول شيء يدو Cmax بعد الـ first dose. والCmax بعد الـ first dose يعني كأني أنا معطي single dose. Yes. فبطلع Tmax من القانون اللي بنعرفه من زمان اللي هو ln الKa على K على Ka ناقص K، بيطلع معي 3.07. وبرضه CP max نفس القانون اللي بنعرفه زمان، بس بنعوض هون T max لأنه بده CP max، وبيطلع معي 1.28. فرع B بده C minimum after the first dose، بس هون بده يعني لأنه طالب المينيمم نحط تاو. تمام، شو بنحطه تاو يا مؤمن؟ اللي هي التايم. تايم تنحط تاو. اوكي تمام. اه فما نعوض بدل تايم نحاول نحط تاو بتطلع الكونسترشن اللي هي 8. يس، عاطينا طالب كمان بيعطي every 8 hours. يس، وطالب كمان البلازما دراج كونسنتريشن at 4 hours after the 7th dose. طيب هاي راح نستخدم عادة steady state ولا before steady state؟ في تشيك بوينت هون انه نتاكد. اوكي، شو تشيك بوينت اللي في عرفها؟ اللي هي الوقت على التي هاف. يس، احنا كان محتاج حتى نوصل للبراكتيكال ستيدي ستيت قبل زي ما شفنا بالمالتيبل اي في والاي في 4.32. وبالتالي بقسم انا اللي هن 7 دوزز. هلا 7 دوزز فعليا الدوز الاولى نتذكر تنعطى التايم زيرو صح؟ نعطيك هنت هون بس. ففعليا انا فعليا عندي 6 دوز انترفلز، رايت؟ كل دوز انترفل عباره عن 8 ساعات. 6 في 8 48، الهاف لايف قديش؟ اللي هو لو قسمت انت فعليا او 10 ساعات عندك الهاف لايف 10 ساعات، وعندك احنا فعليا يعني هي بالستيدي ستيت تقريبا، يعني تقريبا واصل براكتيكال ستيدي ستيت، يعني ممكن تستخدم هاي المعادله، ممكن تستخدم معادله كمان الستيدي ستيت صح؟ صح، بس لازم نعمل هاي تشيك بوينت. اهم شيء نتذكر دائما انه الدوز الاولى بتنعطى التايم زيرو، فانا اللي بقسمه او اللي بضرب فعليا في دوز انترفال مش نمبر اوف دوزز، بضرب نمبر اوف دوز انترفالز. تمام، نمبر اوف دوز انترفال بيساوي نمبر اوف دوزز ان ماينس 1. اوكي، انا 7 دوزز معناته انا 6 دوز انترفالز. الدوز انترفال واحد 8 ساعات، يعني مر علي كم ساعه؟ مر علي 48 ساعه، والهاف لايف 10 ساعات، 48 على 10 4.8 اللي هي اعلى من الوقت اللازم لحد ما اوصل انا للبراكتيكال ستيدي ستيت او 95% من الستيدي ستيت. بالتالي حسب هذا السؤال انا فعليا هذا السؤال يمكن حل بطريقتين، تستخدم هاي المعادلة وتستخدم كمعادلة المالتيبل اكسترا فاسكولار دوز افت ات يعني ات ستيدي ستيت. تمام، طبعا شو اللي بيفرق معك؟ هذا الجزء وهذا الجزء راح يكون كمان بيساوي زيرو. تمام، اوكي كمل يا اون.
دكتور ممكن برضو انه نستخدم معادلة الستيك بدل ما نكلم حالنا ونعوض بالبسط، بنحط واحد تمام وباقي الارقام نفس الاشي بنعوضهم. هون بدنا ننتبه انه لازم نستخدم التايم تاو مش التي ماكس برضو، يعني مش تاو، لا مش طالب منك منه، طالب منك frustration at 4 hours 4 hours فتي برايم تساوي 4 مش تاو. اوكي 4 اوكي بس انا قصدي بالبسط والمقام مش انه بدي كيف. لا سواء سنسيت ولا فورس دائما هاي تاو، ما بتفرقش انه سنسيت ولا مش سنسيت، دائما هذول تاو. اوكي انا قصدي فيهم مش قصدي بالديكي فاكتور، بعد هيك بيطلع معي الجواب 2.86. تمام اوكي اي عتوم كملينا السؤال يا ايا معنى ايا ولا غير دود سامعني؟ سامعك يا calculate the maximum plasma drug concentration at steady state. ف يعني مدام معادلة الستيدي ستيت فبنستخدم لما معادلة الستيدي ستيت اللي بيكون البسط واحد طيب وبدنا نعوض مكان التي تي ماكس وبنطلعها من معادلة المالتيبل دوزز مش السنجل ات ستيدي ستيت ات ستيدي ستيت وش اسمه التي ماكس بتساوي لنا الكي اي في واحد ماينس اي ماينس اي في سالب ك تاو على ك مضروب واحد ناقص اي في سالب ك اي فتاو على ك اي ناقص ك وكله موجود يعني كله منعوضه وبنرجع بنعوض معادلة السي بي ماكس اللي هي اف بالاكس نوت على في دي بواحد ناقص اي واحد على واحد ناقص اي في سالب ك في تاو في اي ماينس ك في تي ماكس. طب هنستخدم انه معادلة سمبليفايد ولا معادلة طويلة؟ لا simplified لأنه بالsteady state. طيب بس مش لأنه بالsteady state، بالsteady state ممكن نستخدم simplified أو المعادلة طويلة زي ما حكينا ممكن نستخدم ثنتين. أوكي طيب المينيمم كونستريشن ما بصير يا آية؟ المينيمم يعني على بداية الانترفال بدايتها سوري نهايتها بالبوست يعني بعد البيك. أوكي نفس الاشي بس المعادلة بدها تصير مش simplified بدها تصير المعادلة الطويلة. طيب شو هنعوض بدال تي برايم اذا كون عند المينو تي برايم شو هنعوضها؟ صفر صفر؟ يعني بدات دوز انتيرفال تي برايم تكون بتساوي صفر؟ مش عارف تي برايم بس انت كل راح يجي يطلع لنا خصه الهاي سيشن ترجع تدخل مره ثانيه على السيشن الثاني تي برايم بصير بنهايه الدوز انترفل بالتالي تي برايم عندنا الدوز انترفل كم بتساوي بتساوي تاو كيف بدل تي برايم بعوض تاو بس سبيس اس مينيمم بتساوي 2.23 طبعا هي اقل من سبيس اس ماكس اللي هي 3.12 اخر شيء سي اس اس افريج عباره عن اف في اكس نود على تاو على كليرنس عوض الفاليوز تطلع 2.76 زي ما حكينا دائما سبيس اس افريج تيجي بين المينيمم والماكسيمم ات ستيدي ستيت. هاي السيشن خلصت الكل يرجع يدخل على السيشن الثانيه.